أهلا بكم من جديد مشاهدين. نظم جناح الشباب في إكسبو 2020 دبي فعالية تحت عنوان ملتقى الإعلام مواقع تواصل آمنة، مدعومة من وزارة الثقافة والرياضة والشباب ووزارة الإعلام في سلطنة عمان. ومن ضمن الجهات المنظمة أيضا الحدث جاهزين، وهي إحدى المبادرات لدعم الشباب العماني للتأهيل والتدريب وتنمية المهارات للتوجه الوظيفي. للحديث أكثر عن هذه الفعالية التي عقدت على مدى 3 أيام، يسرنا أن نستضيف هنا في الاستديو السيد محمد بن يوسف الخوري، مؤسس مبادرة جاهزين المنفذة لفعالية الملتقى الإعلامي في إكسبو 2020 دبي. صباح الخير سيد محمد، أهلا بك في برنامج إكسبو هذا الصباح. صباح النور، وأنا سعيد أن أتواجد معكم. ونحن أسعد، ولكن أنتم جاهزون، جاهزون أو جاهزين لما سيد محمد؟ والله هذا الاسم إحنا رفقنا إلى المبادرة أو سمينا فيه المبادرة بعد التجربة الأولى اللي عملناها فيما يقارب سنة 2015. كانت تجربة بسيطة أنه نعطي فرصة للشباب يلتحقوا في الهيد أوفيس لمجموعة شركات محمد طيب خوري في دبي. نأمل كان أنهم يطلعوا على الكفاءات، التقنيات الحديثة، وفرصة لهم يكونوا على أكمل جاهزية للالتحاق في العمل. جميل. فبعد هذه التجربة أطلقنا اسم جاهزين على مبادرة جاهزين، يعني تهيئة الشباب قبل العمل. نعم. طيب، بالحديث عن سوق العمل والحديث عن اسم جاهزين اللي بيبعث لحاله بالأمل وبالحماس خصوصا لفئة الشباب، ربما بدي أسألك بشكل عام، ما الدورات أو ما الذي تقدمونه للشباب من تحت مظلة يعني هذه المبادرة؟ والله من بعد ما دشنا المبادرة كنا نهدف ونطمح أنه نعمل شراكات مع أكبر الشركات في المنطقة على أساس نتيح الفرصة للشباب يلتحقوا ويطلعوا على الكفاءات والخبرات، يجربوا العمل الوظيفي في أكبر هذه المنصات من أكبر الشركات. فانطلقنا 2015، وبعدها بدينا نكبر شوي شوي لما وصلنا وعملنا برامج مع شركة إعمار. فتخيل الشاب يلبس هلمت إعمار وينزل في السايد على أكبر الأبراج، أطول أبراج في دبي، ويمارس مهنته الهندسية مع الهيد أوفيس في مجموعة الفطيم، يدخل هذه الموسوعة الكبيرة اللي تدير بشر كثار في الموارد البشرية أو التقنيات الموجودة عندها، مع غرفة دبي فيما يخص ريادة الأعمال والشباب المتوجه لريادة الأعمال. فالحمد لله عملنا شراكات كثيرة وأتحنا الفرصة للشباب أنهم يلتحقوا ويطلعوا على هذه الكفاءات وهذه التقنيات الحديثة مع أسامي كبيرة أيضا يعني في مجالات الحمد مختلفة. لله. جميل. سيد محمد، أنا حاب أعرف أكثر، من أين تبدأ إعداد هؤلاء الشباب؟ هل من مرحلة جامعية أم من بعد ذلك تبدأ تجهيز الشباب لسوق العمل؟ والله أنا أراها أنه الشاب اللي بيجهز نفسه هو يختار الفترة المناسبة. أحيانا نحن نشوف شباب خريجين بس ما مجهز نفسه للعمل، ما عنده خبرة، ما طلع، ما عاش يوم وظيفي ولا واحد. يعني ناس ممكن قبل لا تتخرج هي عندها تجربة شهر شهرين كعمل وظيفي. فهنا عائد للشباب، احنا لما ننزل اي برنامج نتيح الفرصة لاي انسان عنده الشغف انه يجرب هذه التجربة مع هذه الشركة او مع هذه المنصة التعليمية او هذا المعهد او هذا صاحب الكفاءة. فالمجال مفتوح وعائد للشباب. طيب، مواقع تواصل آمنة، ملتقى الإعلام، هاي مبادرة او فعالية صارت بإكسبو 2020 دبي. سؤالي يعني كيف، حدثنا عن مشاركتكم بشكل عام بإكسبو 2020 دبي، وبعدين نستكمل الحديث أكثر عن تفاصيل مبادراتكم. والله من بعد ما تم افتتاح إكسبو، والحمد لله احنا عندنا في السلطنة كان في توجه كبير في دعم المبادرات الشبابية، كذلك اضيف في الوزارة قسم خاص بالشباب وصارت للأندية الرياضية قسم خاص للشباب. كان في تعاون بين مبادرة جاهزين واللجنة الشبابية بنادي مجلس الرياضي أحد الأندية التابعة للوزارة. فإحنا نعتبر إكسبو هو طعم لنا كلنا، يعني حرام ما يكون لنا فيه نصيب. من غير كذا الشيء اللي يميز إكسبو دبي لأن إحنا كشباب إنه في جناح خاص بالشباب. صح. وإحنا صراحة من الآن يألمنا قلبنا إنه بيخلص إكسبو وبنفتقد هذا الجناح اللي احتضننا، اللي في برامجه اليومية يعني
مركز الشباب العربي دائما موجود وبكوني كنت احد يعني اعضائه فهو دائما ابواب مفتوحه لكل الشباب العربي في كل الاوقات. وانا اشيد كذلك بمعالي شم المزروعي وسعاده السيد سعيد انشاء هذا الجناح اللي يضم الشباب من كل الدول. فالجناح مهيئ عنده فعالياته اليوميه كذلك لاي مبادره من اي دوله لاي شاب حابين يعملوا فعاليه في اكسبو متاح الأمر ومهيئ ودعم لوجستي من الألف للياء فالله يجزيهم خير. فحبينا أن نغتنم كسبه وبدينا نفعل برامجنا الحمد لله بدينا في الشباب والتواصل الدولي فعلنا في جناح الشباب عملنا يوم التطوع العالمي بما أنه كسبه أعتقد يضم أكبر شريحة متطوعين الآن في العالم الأجنحة فيها المتطوعين المكان العام فيه كسبه فعملنا يوم التطوع العالمي فيه كسبه عملنا يوم اللغة العربية في إكسبو ملتقى الإعلام عملناه بالشراكة مع مركز الإعلام في إكسبو فإحنا الحمد لله نتيح الفرصة للشباب إنه يجي يتدرب في هذه الأجنحة وهذه المراكز زائد بعض الورش التأهيلية والورش اللي تعطي نوع من الخبرة والكفاءة في إدارة الوقت الانسجام مع فريق العمل الكفاءة في القانون فنحاول إن نوصله لجاهزية معينة قبل وصوله إلى الوظيفة. سيد محمد واضح جدا أن إكسبو استطاع أن يشحذ همم الشباب كثيرا في هذه الفترة ولكن يسأل البعض ماذا عن الشباب بعد إكسبو؟ والله أنا أتمنى أن الشباب يستغل إكسبو إلى آخر ساعة ويعني يعني أشيد بالقائمين على إكسبو أنه أمر مهيئ في كل الجوانب لكن إحنا في مبادرة جاهزين إن شاء الله نرجع لتكملة مشوارنا ما قبل الجائحة لأنه وقت الجائحة وقفنا وفي الحمد لله عروض من أكبر الشركات في دبي إنها تستضيف الشباب كان شباب عمانيين أو شباب مقيمين في الإمارات وأنا أرحب بالمشاركة بين الشباب المقيم في الإمارات والشباب العماني لتبادل الأفكار فيما بينهم لانسجامهم مع بعض تعاونهم ومشاركاتهم في مبادراتهم الخاصة وأعمالهم المستقبلية فإن شاء الله في أول ما يخلص إكسبو يعني إحنا بنحزن شوي لكن بنرجع بنكمل المشوار في أكبر الشركات إن شاء الله في دبي الداعم لنا من الانطلاقة إن شاء الله إلى عدم التوقف بإذن الله إن شاء الله. محمد جاهزين كنت أسألك إذا هي مقتصرة على الشباب العماني فقط ولكنك أجبت الفعل على أنها للشباب العربي بشكل عام حاب أعرف يعني شو المواصفات اللي لازم تكون موجودة بهذا الشباب ما الهدف ربما يلي يمكن يكونوا لازم يكونوا حاملينه لحتى يستفيدوا بشكل كبير من مبادراتكم. احنا ما لما ننزل برنامج ما نفرض اي اشتراطات للمشاركه لان احنا نقول الا بيوصل لنا هذا انسان صاحب شغف هذا انسان حاب انه يطلع هذا انسان وده يتعلم فاحنا نفتح الباب لاي انسان حاب انه يتعلم حاب انه يستفيد من مبادره جاهزين في فعالياتها كانت والاطلاع على التجارب فنرحب بالكل ونتمنى أن نتيح فرصة لأكبر عدد من الشباب للالتحاق إن شاء الله. هذا الترحيب كان واضح جدا سيد محمد يعني وأثره واضح ولكن هل لمست إقبال كبير على هذه المبادرات من قبل الشباب فعلا؟ نعم إحنا الحمد لله لما ننزل برنامج خاصة أن برامجنا فيها دعم كثير وتسهيلات خاصة في إمارة دبي يعني مجموعة شركات محمد طيب خوري هي الداعمة من 2015 لليوم في الخدمات اللوجستية الإقامة التغذية المواصلات فنحاول نسهل وصول الشباب لنا فالعداد كثير يتينا بس سبحان الله تعرف بعض الشركات مروا بنضغط عليها وندخل العدد الأكبر أو العدد الأكثر اللي هم ممكن يحتضنوه لأن تعرف أنت لما تعمل مبادرة مع شركة تشغل موظفينها تشغل أقسامها عندهم أعمال لازم يخلصوها فسبحان الله يجي يعطيك وقت لمدة معينة لفترة معينة المكاتب تملي أحيانا معهم ف كل برنامج ينزل نحصل عدد أكثر لكن إن شاء الله نغطي كل الأعداد اللي تسجل معنا. بالحديث محمد عن الأعداد وبالحديث عن الشركات هل هناك مدة معينة لهي خلينا نحكي الفترة التدريبية للمشاركين من مبادراتكم بالشركات المعنية؟ إحنا المبادرات تكون شراكة مع الشركات فما نبي نفرض الوقت إحنا فإحنا نقول للشركة يلا وش المدة اللي أنت حابة تحتضني فيها الشباب بدينا الحمد لله لمدة أسبوع بعض البرامج تكون لمدة شهر بعضها عملناها لمدة شهر ونص الملتقى الإعلامي كان 3 أيام كأقل مدة احنا فعلناها فهو عائد للجهات المكملة للبرامج اللي عندنا
لكن الحمد لله ما مقصرين. احنا اليوم نقول الساعة الموجودة فيها مع هذا الموظف أو مع هذا القسم مع صاحب الكفاءة تعلمنا الكثير. صح. فكيف أنك تتحصل 3 أيام، تحصل لمدة أسبوع، تحصل لمدة شهر، فالحمد لله تجربة جميلة. هاي النقطة سيد محمد أنا حاب شوي بصراحة أتوسع فيها أكثر، يعني جهود وفعاليات كثيرة، ولكن ما الأثر الذي ترك على الشباب من خلال هذه المبادرات؟ هل فعلا لمستم تغييرا لدى الشباب في سوق العمل بعد ما طرحتموه من مبادرات وأفكار وفعاليات؟ أنا قبل لا أبدأ البرنامج أي أقول للشباب قبل لا ينطلقوا أقول لهم شوفوا في كثير من الشباب حابين يدخلوا هذه الشركات، يعني تتكلم عن إعمار هذا الكوكب الكبير، إحنا نعتبره كوكب خاص ما شاء الله عليهم، فإحنا نقول لهم أنتوا اليوم في قلب هذه الشركة، الشاب المشارك المتميز، الشاب المشارك اللي يبذل جهد أكثر بيترك بصمة فيحصل فرصة عمل. الحمد لله احنا كثير من البرامج اللي عملناها قبل لا نطلع ونختم في شباب حصلوا عقود عمل. جميل. هذا جانب. الجانب الآخر السي في ماله يتجدد، يزيد في شهادات تجربة في شركة معينة، يعني تتخيل انت في إعمار تحصل شهادة فيها السامع مع الفطيم، فانت مدير الموارد البشرية لما اجي وشوف السي في مالك انت دخلت شركة الفلانية، اذا انت طلعت على كفاءات على تقنيات، فنأمل انهم يكونوا على اكمل جاهزية او يتاح لهم فرص عمل. طول ما يعني مبادرات كهذه المبادرة وحلقة وصل مميزة بينكم وبين شركات يعني من اسامي كبيرة في مجالات مختلفة، اكيد يعني دائما عندنا امل بالشباب وبالمستقبل اللي رح يكون ويبنى على أيدي الشباب. محمد بن يوسف الخوري مؤسس مبادرة جاهزين المنفذة لفعالية الملتقى الإعلامي بإكسبو 2020 دبي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم وشكركم على هذا الاستضافة. شكرا لك.